نقدم لكم هذا الدعاء الأسبوعي بفضل الله تبارك وتعالى، وعنوانه دعاء رقة القلب. دعاء رقة القلب. لا إله إلا الله، يا الله، واجب الإحسان، يا الله، ما شاء الله كان، يا الله، لا إله إلا الله، يا الله، العظيم الحليم، يا الله، لا إله إلا الله، يا الله، رب العرش الكريم، يا الله، لا إله إلا الله، يا الله، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يا الله. اللهم صل أفضل صلاة وأزكاها على خير البرية ومصطفاها، يا الله، صلاة الأوابين، يا الله، الأوابين، يا الله، المنيبين، يا الله، الخاشعين، يا الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا الله، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يا الله، أقسم بك عليك يا الله، يا الله، اجعل قلوبنا مؤمنة بك، يا الله، موقنة بلقائك، يا الله، ساعية في مرضاتك، يا الله، يا الله، يا الله، كلما قست قلوبنا، يا الله، نقول يا الله، يا الله، كلما بكت عيوننا، يا الله، نقول يا الله، يا الله، كلما اشتد الكرب علينا، يا الله، نقول يا الله، يا الله، كلما تقلبت الأمور أمامنا، يا الله، نقول يا الله، يا الله، أنت حيلتنا، يا الله، وأنت غايتنا، يا الله، وأنت ولينا، يا الله، وأنت خالقنا، يا الله، وأنت رازقنا، يا الله، يا نعم المولى، يا الله، يا نعم المولى، يا الله، ويا نعم النصير، يا الله، أقسم بجلالك، يا الله، بل بكمالك، يا الله، بل بعظمتك، يا الله، بل بكبريائك، يا الله، هون علينا كل صعيد، يا الله، يا الله، يا الله، وسع علينا أرزاقنا من الفرش إلى العرش، يا الله، حتى نسعد البنات الأيتام، يا الله، وحتى ندفع مرتبات الأيتام، يا الله، وحتى نغيث الحالات الصعبة، يا الله، افتح على جمعية البشاير، يا الله، افتح على ميجا خير، يا الله، على كل المشاريع الإيمانية الخيرية التي أقمتها، يا الله، ارزقنا وساعدنا، يا الله، وآزرنا وقونا، يا الله، ولا تشمد بنا الأعداء، يا الله، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا الله، يا الله، يا الله، اجعله دعاء الفرج، يا الله، في وقت الفرج، يا الله، قد بكت العيون، يا الله، وزلزلت القلوب، يا الله، وارتعشت الأيادي، يا الله، واقشعرت الجلود، يا الله، ففرج عنا الآن، يا الله، في دعاء رقة القلب، يا الله، كلنا أحوج إلى رقة القلب، يا الله، إلى القلب الخاشع، يا الله، القلب الباكي، يا الله، القلب المتصدع من جلال الله وعظمته، يا الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.